وهران مدينة المعرفة والتعايش، موضوع الطبعة الرابعة للملتقى الوطني حول تحرير وهران من الاحتلال الإسباني في ذكرها 229. اللقاء يفتتحه عن بعد السيد عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضر فعالياته كل من السيد عبد الله غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والسيد عيسى بالخضر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية. وإنه لشرف عظيم لهذا المركز العتيد أن يتناول موضوع ويبحث في القوة الروحية الشعبية التي تعتبر هي الضمان لبقاء الجزائر واستمرارها. علينا أن نبحث في الطرق التي تمكننا من تثبيت وحدة المجتمع. أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يقدر عاليا هذا الجهد وهذا البعد، حينما يشعر الباحثون وتشعر الجامعة الجزائرية وتشعر النخبة من أساتذة وطلبة ومراكز بأنهم معنيون بهذه الذاكرة بحمايتها بإبراز معالمها. ويأتي هذا اللقاء لمناقشة واقع الاحتلال الأول والثاني لوهران ودور جيش الطلبة في تحريرها في وقفة علمية وتحليلية لباحثين وخبراء في التاريخ والأنثروبولوجيا. سميناها معرفة وتعايش لأن جيش الطلبة أو جيش الطلبة من جيش المدارس العلمية الروحانية الدينية في ذلك الوقت توحد من أجل أن يشكل ثغرا لتحرير ورباطا لتحرير وهران. أن مدينة وهران ليست مدينة للمعرفة والتحرير فحسب، بل أيضا مدينة للتسامح والتعايش والتعامل مع الآخرين. ويطمح القائمون على هذا اللقاء إلى ترسيم الذكرى كرمز للالتحام بين المعرفة وقيم التسامح والتعايش.